بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها الطلبة الأعزاء في هذا اللقاء المتجدد معكم في تاريخ قطر الحديث والمعاصر. هنستكمل ما بدأناه في تاريخ قطر، وهو سيرة وأعمال الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. السؤال اللي معنا الآن هو: ما هي أهم الإنجازات التي قام بها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ نعلم جميعا بأن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له بصمات قوية في أعمال قام بها جعلت من دولة قطر دولة ذات حضور ووجود على مستوى العالم. أولى هذه الإنجازات التي قام بها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هي إرساء أسس الديمقراطية وإقرار الشورى كأسلوب في الحكم من خلال إصدار الدستور الدائم للبلاد عام 2004. كذلك اعتماد رؤية قطر أو رؤية دولة قطر عام 2030 التي سوف تنقل دولة قطر نقلة حضارية في كافة المجالات. كذلك إنشاء المؤسسات الحديثة لتنظيم أمور الدولة مثل المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للأسر. كذلك بروز الدور السياسي لدولة قطر على المستوى العالمي. والنقطة الأخيرة من الأعمال والإنجازات التي قام بها الشيخ حمد بن خليفة، ألا وهي تبوء دولة قطر مكانة اقتصادية مرموقة على مستوى العالم. لكن في نوعين من الأسئلة في هذه النقطة نريد أن نلفت أنظاركم إليها حتى إذا جاءت في الاختبار نكون على علم بها. السؤال الأول هو: ما الأدلة على بروز الدور السياسي لدولة قطر في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ لو ذهبت معي إلى صفحة 31 في الكتاب المدرسي هنجد أن الإجابة هي حل الكثير من المشكلات، مساهمة قطر في حل الكثير من المشكلات السياسية دارفور لبنان الفصائل الفلسطينية. كذلك استضافة قطر العديد من المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر التغير المناخي. السؤال الثاني هو: ما الأدلة على تبوء دولة قطر مكانة اقتصادية مرموقة في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني؟ نجد برضو في نفس الصفحة صفحة 31 إن الإجابة على هذا السؤال: أصبحت الدولة في مقدمة دول العالم المنتجة للغاز الطبيعي والغاز المسال. كذلك زاد إنتاج قطر البترولي زيادة ملحوظة. دول نقطتين لابد إن احنا ناخد بالنا منهم، لأن هم يعني بيأتوا في بعض الأسئلة والطلبة بيغفلوا عن الإجابة. ننتقل الآن إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد. ولو انتقلنا مع بعضنا أو يعني شفنا التسلسل الزمني لسيرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، نجد أنه في عام 2003 عين الشيخ تميم وليا للعهد، وفي عام 2004 حصل الشيخ تميم على وسام زايد بن سلطان، وفي عام 2004 حصل الشيخ تميم على وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الممتازة، وفي عام 2006 حصل الشيخ تميم على لقب أفضل شخصية رياضية في الوطن العربي، وفي عام 2007 حصل الشيخ تميم على الوسام الأولمبي الآسيوي، وفي عام 2010 حصل الشيخ تميم على جوكة الشرف من فرنسا،
وفي عام 2013 تولى سموه مقاليد الحكم في دولة قطر. ننتقل الآن إلى أهم الإنجازات التي قامت بها دولة قطر في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. نجد أنه هناك مجموعة من الأعمال العظيمة والكثيرة جدا التي حدثت في عصر الشيخ تميم. لو فتحت معي الكتاب صفحة 36 هنجد أن من ضمن هذه الأعمال الانتهاء من حفر أنفاق مشروع السكك الحديدية، رقم 2 إنجاز مشروع الميناء البحري اللي هو ميناء حمد، رقم 3 افتتاح مطار حمد الدولي في مايو عام 2014، رقم 4 إنشاء شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، رقم 5 إنشاء كلية رأس لفان للطوارئ والسلامة بمدينة رأس لفان الصناعية، رقم 6 زيادة رواتب الضمان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، رقم 7 إصدار قانون الخدمة الاجتماعية الخدمة الوطنية الإلزامية للشباب القطري، رقم 8 إنشاء أول كلية للشرطة في دولة قطر، رقم 9 افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، رقم 10 إطلاق أول قمر صناعي قطري سهيلسات عام 2013، رقم 11 إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم قرار أميري بتعديل مسميات المجالس إلى وزارات مثل تحويل المجلس الأعلى إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، رقم 12 تنمية القدرات الاقتصادية لدولة قطر حيث أصبحت دولة قطر تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي، وتحتل المركز الثالث عالميا في الاحتياطي العالمي، وتحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الغاز المسال، وتحتل قطر المركز الأول عالميا من حيث الدخل الفردي. وهذا هو إجابة السؤال الأخير اللي هو دليل على تنامي القدرات الاقتصادية لدولة قطر في عهد الشيخ تميم محمد، والإجابة في صفحة 37. تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي، المركز الثالث عالميا في الاحتياطي، المركز الأول في الغاز المسال، والمركز الأول في الدخل الفردي. تمام. ننتقل الآن إلى ملامح التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدولة قطر بعد الاستقلال. أولا الملامح السياسية، وهذه تنقسم إلى قسمين على الصعيد الداخلي، وهي إعلان أو إنشاء وزارة الخارجية وتعديل الدستور عام 1972 في عهد الشيخ خليفة، وإعادة تكوين مجلس الشورى في عام 1990، وإنشاء المجلس البلدي عام 1000 إنشاء المجلس البلدي، وصدور القرار الأمير الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور، وإصدار الدستور الدائم لدولة قطر عام 2004. أما على الصعيد الخارجي فهو عقد اتفاقية صداقة مع بريطانيا بدلا من اتفاقية الحماية، وهذه الاتفاقية على أن تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 10 سنوات من تاريخ توقيعها. انطلاق دولة قطر في سياستها نحو التضامن العربي، كذلك دعم دولة قطر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك انضمام دولة قطر إلى المنظمات الدولية وجامعة الدول العربية. ما هي الخدمات أو الملامح الاجتماعية التي تم تقديمها للمواطنين في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني؟ ما هي الخدمات الاجتماعية التي تم تقديمها للمواطنين في عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني؟ أولى هذه الخدمات هو توفير مساكن شعبية للقطريين
إنشاء الجمعيات التعاونية من أجل توفير احتياجات السكان بأسعار مناسبة، تقديم الخدمات الصحية في مستشفى الرميلة، تأسيس وافتتاح مؤسسة حمد الطبية، إعفاء محدودي الدخل من أقساط قرض الإسكان، صرف رواتب ومعاشات مالية للأرامل والأيتام. هناك أيضا ملامح اقتصادية تتمثل في إنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1974 في ميساعيد، وتطور صناعة البتروكيماويات وارتفاع تصدير البترول إلى 920 ألف برميل يوميا. في مجال الزراعة اهتمت دولة قطر بعد الاستقلال بإنشاء المزارع الحديثة كمزرعة الركية لتربية الأبقار ومزرعة أم قرن للدواجن، كذلك الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوسيع واصلاح الأراضي الزراعية والاهتمام بالثروة السمكية. أما بالنسبة للتجارة فقامت دولة قطر بالعمل على جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، كذلك الإشراف على متوالد المهن التجارية وإصدار الترخيص اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي، كذلك الإشراف على تنظيم ورقابة الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك. ننتقل الآن إلى النهضة الحديثة في دولة قطر. النهضة الحديثة في دولة قطر طبعا يعتبر العقد الأخير من القرن العشرين انطلاقة حقيقية نحو إرساء قواعد الحرية والديمقراطية والنهضة الحديثة في دولة قطر. ونعلم أن هذه الفترة هي الفترة التي تولى فيها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث ظهرت عدة مظاهر للنهضة الحديثة في دولة قطر. والسؤال يأتي على هذه الشاكلة، ما هي أبرز مظاهر النهضة الحديثة في دولة قطر؟ 1- ترسيخ أسس الديمقراطية في البلاد وإقرار الشورى كأسلوب في الحكم. 2- تنمية القدرات الاقتصادية بالاستفادة من عائدات النفط والغاز الطبيعي. 3- التخطيط لسياسات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد. وقد تحقق مجموعة من الإنجازات لدولة قطر تمثلت في الإنجازات الآتية: أصبحت دولة قطر من أولى دول العالم في إنتاج وتصدير الغاز المسال، تمتلك دولة قطر أكبر مشروع لصناعة الألمنيوم في العالم، يعد صندوق الاستثماري السيادي القطري السادس عالميا من حيث الشفافية، إطلاق حرية التعبير عن الرأي ورفع الرقابة عن الصحف وإتاحة الفرص للمواطنين للتعبير عن آرائهم، وانطلاق من خلال انطلاق قناة الجزيرة المستقلة عام 1996 التطور الرياضي والشباب من خلال إنشاء وتنظيم الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية والشبابية، تطوير التعليم بما يكفل تلبية احتياجات دولة قطر من خلال وزارة التعليم والتعليم العالي، والتي تهدف إلى توفير نظم تعليمية متنوعة بديلة تعزز الإبداع والتميز العلمي. وفي مجال الصحة تسعى وزارة الصحة العامة إلى وضع استراتيجية وطنية للرعاية الصحية في الدولة هي في ضوء رؤية قطر الوطنية. كذلك استفادت دولة قطر من وجود مناطق صحية جميلة وشواطئ يزيد طولها على 700 كيلو تحيط بشبه الجزيرة القطرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال السياحة. وقامت قطر بتعزيز الاقتصاد القطري من خلال الاهتمام بالسياحة، وتمثل ذلك في إنشاء الهيئة العامة للسياحة عام 2000 وتوسيع رقعة العمل الفندقي بإنشاء المزيد من الفنادق الحديثة وإنشاء جامعة متخصصة في السياحة وإدارة الفنادق. ننتقل الآن إلى دور دولة قطر في خدمة القضايا العربية والوطنية. منذ حصول دولة قطر على الاستقلال ولم تتوانى لحظة واحدة إلا وهي تقدم اليوم تلو الآخر خدمات ومبادرات
للحضن العربي وللمنظومة العربية ولحل القضايا العربية. وقدمت دولة قطر نموذجا راقيا للسلوك الحضاري الذي ينبغي أن يكون عند حل أي منازعات سياسية بين الدول العربية. وهناك الكثير من الأمثلة على نجاح الدبلوماسية القطرية في خدمة بعض القضايا العربية. المثال الأول، لو ذهبت معي إلى صفحة 54 في الكتاب المدرسي وحددت معي في الكتاب، وجدت أن المثال الأول واحد، استضافة قطر رئاسة منظمة منظمة التعاون الإسلامي عام 2000 إلى عام 2003. اثنين، المصالحة بين الفصائل الفلسطينية عام 2008. ثلاثة، نجحت دولة قطر في تحقيق السلام في إقليم دارفور بعد جولات من المفاوضات اشرفت عليها الدوحة في الفترة ما بين 2008 و 2011. في أكتوبر 2013 قام الشيخ حمد بن خليفة الثاني بزيارة قطاع غزة من أجل فك الحصار الإسرائيلي المفروض عليها، وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس دولة عربية إلى غزة منذ عام 1999، منذ تحريرها من قبضة العدو الإسرائيلي. أثناء زيارة الشيخ حمد بن خليفة تقدم بمبلغ قيمته 400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة. الخامس أو الرقم الخامس، استضافة دولة قطر العديد من المؤتمرات الدولية والعالمية في شتى المجالات، مما يعني أسهم يعني بإبراز دور دولة قطر السياسي على المستوى العالمي، ومما كان له الدور الإيجابي في حل القضايا العربية، ويدل على ذلك على نجاح الدبلوماسية القطرية. أبنائي الأعزاء، إلى هنا نكون قد انتهينا من الجزء التاريخي من منهج الصف الثاني عشر الثانوية العامة، وإن شاء الله يعني سوف يكون لنا لقاء آخر مع الجغرافيا، أي الدروس التي تأتي في المنهج بعد ذلك. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.